أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام أينما كنتم. مسائية الأحد من قناة الوطنية، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان مال للثقافة والوحدة الوطنية. موريتانيا تتبنى خطة طوارئ للتصدي للأزمات الرعوية. غسيل السيارات مهنة تغني أصحابها عن المسألة رغم عديد المصاعب هناك. وفي المسائية أيضا تتابعون التبراع، شعر أنثوي تتميز به الموريتانيات دون غيرهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفى مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي المكلف بالإعلام محمد محمود الببانة ما تردد من شائعات حول الوضعية الصحية لبعض الحجيج الموريتانيين. وأضاف المستشار في اتصال مع المبعوث الخاص للوكالة الموريتانية للأنباء المرافق للحجاج الموريتانيين أن جميع الحجاج الميامين يوجدون بحمد الله في وضعية صحية جيدة. ونشير إلى أن أفواج الحجاج الرسمية الأربعة اكتمل وصولها أمس إلى المدينة المنورة حيث يؤدون صلاة الأربعين بالمسجد النبوي الشريف، حيث وفرت لهم إقامة مريحة بفندق قريب منه. وفي سياق آخر، انطلقت مساء أمس بمركز مال الإداري في ولاية البراكنة النسخة الثالثة من مهرجان مال للثقافة والوحدة الوطنية المنظم من طرف رابطة شباب مال للمكافحة الفقر والمحافظة على تحت شعار الثقافة والوحدة الوطنية ضمان للتنمية. وأشرف على افتتاح هذه النسخة من المهرجان مستشار والي البراكنة المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية محمد سالم الصلاحي، ملقيا كلمة أكد فيها أن رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز يولي أهمية خاصة للثقافة والوحدة الوطنية بوصفهما ضمانا للتنمية، ومبينا في نفس الوقت أن المهرجان يحظى برعاية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية ويدخل في إطار رد الاعتبار للثقافة وتثمين الدور العلمي والفكري والثقافي لهذه المنطقة. قال حزب الصواب القيادي بكتلة أحزاب المعاهدة عبد السلام ولد حرمة إن حزبه يطالب بحوار جاد تشارك فيه كافة الأطراف السياسية الفاعلة في البلد وعلى رأسها منتدى المعارضة، ومؤكدا أن المسار السابق لم يؤدي إلى نتيجة تذكر، وبالتالي فإن المتابعة فيه مضيعة للوقت. وحمل ولد حرمة في تصريحات له على هامش أمسية سياسية نظمتها المنظمة الشبابية لحزب الصواب في مدينة مقطع الأحجار جميع الأطراف مسؤولية تعثر الحوار السياسي، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من تلك المسؤولية يقع على النظام لأنه الطرف الذي لديه ما يتنازل عنه ولديه ما يقدمه ولديه أيضا ما يجعله قادرا على إشاعة الثقة بين الأطراف وإزاحة الحواجز النفسية بين الفرقاء السياسيين للدخول في حوار جاد، خصوصا منتدى المعارضة الذي عبر أكثر من مرة عن رغبته في هذا الحوار. قال مصدر موثوق في وزارة التهذيب الوطني إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة للنظر في أوضاع موظفيها قبل بداية العام الدراسي المقبل. وقال المصدر إن الوزارة تتوخى من وراء عمل هذه اللجنة تحديد النقص وبالتالي معرفة العدد الذي ستحتاج إليه من المتعاقدين والتعاقد معهم في وقت مناسب قبل الافتتاح. وأكد المصدر أن من بين النتائج التي سيتمخض عنها عمل اللجنة المذكورة رد كل من تم تفريغه من قبل إلى العمل وإحالة من لديه ملف صحي للتقاعد. وقال نفس المصدر إن الوزير لم يشرك أطر الوزارة وموظفيها الكبار في هذه الهيكلة، بل أوكل الأمر إلى مكتب دراسات خاص، وهذا ما يفسر عدم تسرب تفاصيلها حتى الآن. نظمت منظمة الوعي الخيرية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية مساء أمس بمقرها الرئيسي في نواكشوط حفلاً لتكريم 100 من الأيتام المتفوقين في امتحانات البكالوريا وختم الدروس الإعدادية.
ودخول السنة الإعدادية للعام الدراسي 2015-2016. تم افتتاح الحفل بآيات من الذكر الحكيم أعقبتها كلمة للأمينة العامة لمنظمة الوعي الخيرية مريم بنت المجتبى، أوضحت خلالها أن هذا الحفل يأتي في إطار حث هؤلاء الأيتام على الاجتهاد في دراستهم ومواصلتها، وأضافت بأن هذا التكريم يعني لنا الكثير، حيث نشاهد هؤلاء الأيتام يصلون إلى مراحل متقدمة من دراستهم، شاكرة للجمعية القطرية على ما قدمته من خدمة لهؤلاء الأيتام. تنتشر ظاهرة غسيل السيارات في جل شوارع المدينة في نواكشوط، حيث يمتهن هذه الحرفة العديد من الشباب هروبا من شبح البطالة. حدنا ولد مبارك زار بعض الساحات المخصصة لتلك المهنة وعاد لنا بالتقرير التالي. في هذه الساحات التي تعج بالقادمين من كل حدب وصوب، يقوم هؤلاء الشباب بغسل السيارات لا يبالون بحرارة الصيف ولا برودة الشتاء، عمل وجدوا فيه مخبأ آمنا من البطالة المحدقة. همهم الوحيد الحصول على لقمة عيش تقيهم مرارة الإملاق بعيدا عن سؤال القير. السيارات مهنة زين، هل هون استفادوا منها ما شاء الله تبارك الله، يجيب الفوائق البعض، لا لأنهم فعلا يجوا بلد جون وتحسهم لأنهم يتم يبالوا ويتم يعدلوا بلدهم، هو بلدهم بعد غير محتاجين المسألة، مسألة شنو محتاجين له؟ محتاجين أولا النظام والاحترام وياسر من شيء بون، هي بلدة زينة ساحة عمومية الناس كاملة تشتغل فيها تجبر فيها رزقها وفيها حملة شهادات وفيها الناس اللي مش الله يعرفوا شغله غير ما هم متخومين ولا هم ما بين عن شبيل. شد وجدب وتكأكؤ على كل سيارة جاءت أو مرت من هنا، فذلك روتين يعيشه هؤلاء الشباب، مع أن لهم مشاكل قد تفوق الصعاب التي يتعرضون لها. فدخول الأجنبي على هذه المهنة وعدم احترامه للقانون السائد هنا البلدية لهم في بعض الأحيان مشاكل من بين أخرى يعاني منها هؤلاء الكادحون. وبالنسبة للجانب بعض منهم هنا فعلا يحرجنا ويقول الناس المسائل وكد رأينا غير ما عندنا لواسبيل، اللي نحن مولي عندنا مواطنين في الولايات الأخرين في الجانب كامل راجم عند الناس كاملة أن تصبر وتصابر وأنه كامل دور يفتحوا لنا إن شاء الله ودور يعدلوا إن شاء الله وأنه زين إن شاء الله بإذن الله تعالى. درجة بهم اللي بدات يشتغلوا في مهايك بيه اللي هاي بعدين يختاروا قاع يختاروا عن شغل في الدولة قاع بيهم اللي حر، أولا عمل حر جابري منه داخل يومي يوكل منه إيالهم. وكما قيل قديما أن الناس رجلان، رجل آثر الدعة والراحة وآخر يكافح لا يرضى لنفسه الذل ولا يحب لها الهوان. وذلك ما امتثله هؤلاء في زمن ما فتئ الشباب الموريتاني ينظر إلى هكذا عمل نظرة استعلائية جعلت جله على المحك. حدن المبارك، الوطنية، نواكشوط. حياة في وجه أسرة كاملة وتوصد أمامها أبواب الأمل وتضيق الظروف من حولها وتستكين للواقع بسبب قلة الحيلة وضعف الإمكانيات. مثال تجسد في حالة زينب التي أقعدها المرض، نتابعها في سياق التقرير التالي مع محمد والبلال. تقطن الوالدة الشيخ حبوس في هذا المنزل الواقع بمقاطعة دار النعيم مع أبنائها، تمارض ابنتها زينب التي حبسها المرض وتضاعف حتى أصبحت طريحة الفراش في منزل معار من قبل أحد المحسنين، وهي تعاني جلطة في الرأس منذ عام 2000. يقول الأخ الذي أودى به التقاعد وقلة الحيلة والشفقة على أمه وأخته فهل من معين. هذه الخت مرضها من عام 1977 بدايته بحيمر، واللي عقب رجع لها المرض 2010 شهرها عندي عنه العاشر، رجع لها
جابر تعرف شمن الكلام ثقايع فيه هنا طلعت لهم هنا تصفيه مانعة وطلعت له الجلطة مساعدة طلعت له الجلطة وعدها طالبين من مدانة من خيرين كاملين منهم قد يعاوننا في هاي الخط نرفعوها شورة واحدة من هاو الدول اللي هي اللي تقدمها لنا داوي النوع من المرأة هذا زين عندنا إذا أجبرناه وإذا ما أجبرناه بعد هذا هو ما طلبنا. يشيخ المرء وتظهر تجاعيد تقدم السن راسمة لوحة عنوانها المعاناة وقساوة الظروف وقلة الحيلة، لكن وحدها شفقة الأم وحنانها على الأبناء رقم الأحاسيس والأوجاع باقية تنتظر الفرج رغم محدودية البصر لعله قريبا. ضبناه وعدلنا لهم الضوفي تمين أمو الأخري اللي قالوا لنا مول الشرطة شيء قولنا وعدني أمو اللي أقف هو منين قاسوا أقول لهم الحي اللي يطعد مثل الدواء وره هو يا عيني يا مودي وشعون رغم المعاناة وقلة الحيلة لا تستكين الأسرة التي لم يعد لها معيل يرعى شؤونها خاصة قضية زينب التي جعلت الأسرة تهرب من التسول إلى انتظار محسن يعذر عليها وكيف وهي تنتقل من منزل لآخر. قال الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأحد إن زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو تعرض لإصابة خلال الأيام الماضية في أول تعليق له على مزاعم الجيش أن شيكاو أصيب في هجوم. وذكرت القوات النيجيرية الثلاثاء أن شيكاو أصيب في غارة جوية استهدفت معقلا لبوكو حرام في الغابات، إلا أنه لم يصدر أي تصريحات إضافية ولم يعرض أي أدلة تثبت ذلك. وقال بخاري في بيان من نيروبي حيث يشارك في قمة تنموية: علمنا أنه أصيب في غارة جوية نفذتها القوات الجوية النيجيرية. وأضاف إن عناصر القيادات العليا والسفلى في بوكو حرام تعاني من مشكلة، مؤكدا أن التنظيم لا يسيطر على أي منظمة، كما انقسم إلى مجموعات صغيرة تهاجم أهدافا سهلة. منح مجلس نواب الشعب التونسي في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها أو سحب البرلمان منها الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. المزيد في سياق التقرير التالي. مجلس نواب الشعب التونسي يصوت في جلسة عامة بأغلبية لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد والتي ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. جلسة التصويت حضرها 194 نائبا من إجمالي 217 نائبا ضمن البرلمان التونسي. وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت. ووفق الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب. رئيس الحكومة يوسف الشاهد
الذي يعتبر أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. أوضح أن حكومته تتكون من 26 وزير بينهم 6 نساء و14 وزير دولة بينهم امرأتان، وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد. وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز. وخلال جلسة منح الثقة انتقد نواب من حركة النهضة تعيين سمير الطيب القيادي في حزب المسار المعارض للإسلاميين وزيرا للزراعة، فقد عرف الطيب وحزبه بمعارضتهم الشديدة لحركة النهضة خصوصا في فترة رئاستها. في فترة رئاستها الحكومة التي سيرت البلاد من 2011 وحتى مطلع 2014. كما انتقد نواب من حزبي مشروع تونس والجبهة الشعبية المعارضين تعيين عبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية، وصف نائب عن الجبهة الشعبية بن سالم بأنه قريب من دوائر تكفيرية، فيما قال نواب من مشروع تونس أنه صاحب توجهات متشددة ولا يؤمن بالدولة المدنية ويؤيد مشروع الإسلام السياسي. منحت الثقة للحكومة الجديدة، ويبقى التونسيون في انتظار ما ستقوم به الحكومة الجدية من إصلاحات في شؤون المواطنين والدولة على حد سواء. سيدي محمد محمد مبارك، الوطنية. انتهت المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خروج المدنيين والمسلحين من مدينة داريا بريف دمشق وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وفصائل مسلحة، والذي ينص على خروج 700 مسلح و 4000 مدني من المدينة. عبد الله الدزبير معه المزيد في سياق التقرير التالي. داريا المحاصرة بالأمس لم تعد هي اليوم، أهلها تنفس السعداء بعد الاتفاق الذي عقده المسلحون مع السلطات السورية أفرض عليهم من طرف وفد الأسد. الأمر سوى ما دامت النتيجة واحدة. ألسنة دخان المنبعثة من وسط داريا لم تكن مؤشرا على مواجهة عسكرية، فتلك قصة طواها الاتفاق الذي استكملت بنوده، بل كانت نتيجة طبيعية لإخفاء بعض وثائق المعارضين وحرق أسلحتهم الثقيلة التي حيدها الاتفاق. المدينة كانت تعج بالحركة كما لم تكن منذ حاصرتها قوات الأسد، فقد كانت الحافلات التي أعدها الجيش السوري تنقل الأهالي والمسلحين على حد سواء كل إلى وجهته. لاستكمال المرحلة الأخيرة من اتفاق داريا الذي ينص على خروج 4000 مدني و700 مسلح مع أسلحتهم الخفيفة، وهكذا نضج اتفاق داريا وحصدت نتائجه، لتخرج داريا من حسابات المعارضة السورية التي طالما كانت حصنها المنيع في خاصرة دمشق الجنوبية الغربية، وباتت اليوم نموذجا قد يحتذى في الأيام القادمة لتسويات أخرى في بلدات أخرى من القوطة أو لربما في أماكن أخرى من سوريا المدمرة. عبد الله زبير، قناة الوطنية. عرف التبراع في الشعر الشعبي منذ بداياته، حيث واكبت النساء من خلاله الطفرة الأدبية التي شهدتها البلاد، فهو إذن موروث أدبي موريتاني يلقى استحسانا واسعا من قبل الذائقة الحسنية. مزيد من التفاصيل مع بشرى الشيخ في سياق التقرير التالي. التبراع هو إحدى وسائل التعبير العاطفي لدى المرأة الموريتانية، وهو أكثر من ذلك أحد ألوان الشعر الموريتاني، وهو قرض تختص به المرأة دون غيرها، ويستحي الرجال من نظمه أو حكايته لأنه بكل بساطة اختصاص نسائي لمخاطبة الرجال. عرف القزر في الشعر العربي القديم بأنه تعبير الرجل عن مشاعره للمرأة، فقد تقزلت المرأة على الرجل ولا يمنعها حسها الأخلاقي ولا الأعرف من التعبير عما بخلجاتها من أشواق ومشاعر جياشة.
ويلقى هذا الفن أو الشعر استحسانا واسعا لدى الموريتانيات، فهو أسلوب للتواصل ويمكن أن يستقل كما هي الأقراض الشعرية الأخرى في البكاء على الأطلال أو القزل أو غيرها. التبرع هو معنى الحقيقي لكلمة القزل باللهجة الحسانية، وهو مكون من موروث أدبي موريتاني يرد في بيت شعري واحد. ويرجع المؤرخون الحس الشعري لدى المرأة الموريتانية للقيود الاجتماعية المفروضة عليها. تقول إحداهن: ففي التبرع لا يمكن للمرأة أن تذكر اسم متقزل عليه، بل تكتفي فقط بالتلميح. أي أن المرأة الموريتانية تتخذ من السرية ستارا للتعبير عن حالتها القرامية. التبرع كان ولا يزال يمثل جانبا مشرقا من الموروث الأدبي الحساني الموريتاني، رغم التأثيرات العوامل الخارجية والداخلية التي تصيب الحالة الاجتماعية والأدبية الموريتانية، ليبقى ركنا منيعا تلجأ إليه كل امرأة أجبرتها القيم الاجتماعية على الابتعاد عن المتقزل عليه. بشرى الشيخ، الوطنية. أما الآن فإلى المختصرات الدولية مع الزميل عبد الله والبلال. صوت البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشر زباري، ومن المفترض وفقا للسياقات البرلمانية أن تحدد جلسة للتصويت على حجب الثقة عنه. جاء ذلك خلال جلسات برلمانية جرت وسط مشادات كلامية ساخنة. ذكرت وكالة الأناضول التركية بأن الطائرات الحربية التركية قصفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لداعش جنوب مدينة جرابلس بمحافظة حلب. هذا وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أنقرة دفعت بالمزيد من دباباتها إلى داخل الأراضي السورية لدعم عملية درع الفرات التي أطلقتها بالتنسيق مع التحالف الدولي. أصيب شخص واحد على الأقل بعد انهيار جسر مشاة على الطريق السريع واصطدام شاحنة به في مقاطعة كينت جنوب شرق إنجلترا. هذا وتعمل قوات الطوارئ والخطوط الساخنة على إنقاذ وتفقد المسافرين بعدما تسبب الحادث في أزمة مرور خانقة. تظاهر الآلاف من الأستراليين في مدينة ملبورن الأسترالية مطالبين بإغلاق فوري لمراكز احتجاز اللاجئين في كزيتي مانونس وناورو. يذكر أن هذه المراكز أثارت جدلا كبيرا وانتقادات أممية حول سوء المعاملة التي يتلقاها اللاجئون بما فيها التعذيب والتحرش الجنسي.
إلى هنا نصل نهاية النشرة. تذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان مال للثقافة والوحدة الوطنية. موريتانيا تتبنى خطة طوارئ للتصدي للأزمات الرعوية. غسيل السيارات مهنة تغني أصحابها عن المسألة رغم عديد المصاعب. وفي المسائية تابعتم أيضا التبراع شعر أنثوي تتميز به الموريتانيات دون غيرهن. لكم جزيل الشكر على كرم المتابعة. في أمان الله.